جايه بالدرجه بتاعتها. سياده الوزير بيوصي عليها انها تستلم شغلها. نعم تعيينه عقد عندنا من غير ما دون خالص. السلام عليكم. اهلا 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 الباشا الكبير بتاعنا. طب والله كويس ان انت لسه فاكر ان ليك باشا كبير. مساء الجمال يا حبيبتي. حبيبتك؟ ده بأمارة ايه ان شاء الله؟ بأمارة ما انت هريني تليفونات؟ ولا يمكن من كتر ما انت قاعد سرحان فيا وعمال تفكر فيا طول اليوم حاسس اني معاك فمش محتاج تعبرني اصلا. ده انا بكلمك في التليفون بتكنسل عليا. ترى انت محسسني ان انا بشحت منك. بص يا حبيبتي انا مقصر طبعا غلطان اكيد، بس النهارده بالذات ما ينفعش يحصل بيني وبينك مشاكل. عارفه ليه؟ اساليني ليه كده؟ ليه؟ عشان كل اللي كان بعيدني عنك خلاص خلص انتهى الحمد لله. الحمد لله جميل جدا. الحق بقى عيش لي معاك كده يومين قبل ما سبب تاني يظهر وياخدك منا يا حبيبي. هقوم احضر لك العشاء. اوعى تتجوز يا ابني. خلاص بقى انت عارفه ظروف شغلي. لا انا مش عارفه حاجه وانت اصلا ما بتقوليش اي حاجه. انا بقيت عامله زي الضيف في حياتك يا طارق. طب اعترف بالموضوع ده والله هتلاقي كل المشاكل اللي ما بيننا انتهت صدقني. طب والله العظيم انا ما اعرفش اعيش من غيرك. طب والله العظيم انت بيتهيألك طارق. انت مشكلتك الحقيقيه هي انا. طب تخيل كده، تخيل حياتك من غيري والله العظيم هتلاقيها اجمل بكتير. يعني مش هتلاقي غير شويه المشاكل العاديه بتاعت كل يوم في الشغل. وطبعا باباك هيصفالك ومش هتضطر بقى تقعد تتخانق معايا وتبرر لي. ولما هيكون عندك وقت فاضي مش هتحتاج ان انت تطخ المشوار لحد الجامعه عشان توصلني وتجيبني كل يوم. يعني لو فكرت فيها كده هتلاقي كل حاجه بقت اجمل واسهل. تصدقي معاك حق فعلا. شفت بقى؟ طب خلاص خلاص والله العظيم بهزر بهزر. رحمه يا رحمه بقى يا بنتي بقى. رحمه ايه النكد ده؟ مالك؟ اتكلمي عشان خاطري. باباك اتكلم النهارده قالك حاجة ضايقتك؟ أنا رديت عليه وأنا عارفة إن دي نمرته. طبعا سكت لما سمع صوتي. رحت سبت الجهاز يرد عليه لما طلب تاني. هي الرسالة عندك اسمها. ألو يا طارق، أنا مش هقول لك أنت ما بتكلمنيش ليه، لأن أنا عارف السبب. أنت محوط نفسك قصدك بشخصيات زبالة أثرين عليك يا أفندي تأثير وسخ زيهم. بس مش هو ده موضوعنا. لما تبقى ترجع ولا تبقى لوحدك ولا تتنيل تخلص اللي انت بتعمله يبقى كلمني. كلمني عشان عايزك في موضوع مهم. معقوله يعني يكون قصدك انت؟ معقوله؟ همال يقصد مين؟ انا كنت نحست وتعودت على السفاله دي. بقول معلش راجل كبير دماغه بايظه. وسكت واستحملت وانا حطاك قدامي. بس لما دورت عليك المره دي ما لقيتكش. ما قدرتش استحمل والله العظيم يا طارق. ما قادر استحمل. حبيبتي اقسم لك بالله العظيم هو ما يقصدك انت، هو قصده صحابي. انا عارف ابويا راجل شديد وعنيف بس هو مستحيل يكلمك انت كده. ده انت ام حفيده، انت مش عارفه هو بيحبه قد ايه. انا عاوز احس بوجودك في حياتي. عاوز احس ان انت معانا. انا فقدت الامل خلاص ان ممكن تكون في اي علاقه طبيعيه وما بيني وما بين باباك. لان بقول خلاص راجل كبير والله اعلم هيفضل عايش ما بيننا قد ايه. بس انا عاوز احس بيك على الاقل. لما اسال نفسي انا مستحمله كل ده ليه الاقيك والاقي اجابه. حاضر اوعدك ان انا هبقى موجود في حياتك اكتر بكتير من الاول. انا قلت لي كل اللي كان شاغلني انتهى الحمد لله. بقول لك مش انت اجازه بكره؟ خلاص يلا نخرج شويه مع بعض. لا ملوش لازمه. انا عارفه ان انت راجع تعبان من الشغل
بعدين مش عاوزة أحس يعني إن أنت خارج غصب عنك أو بس عشان ترضيني. خالص والله، أنا عايز أخرج معاكي، عايز أحتفل. أنا خلصت القضية اللي كانت شغلاني، خلصت. عايز أفك دماغي بقى من القلق والشغل والهم والقرف والمشاكل. بعدين أنت وحشاني، عايز أخرج معاكي. ماشي؟ ايه ده؟ طب غير هدومك قبل ما اشوفه عايز ايه؟ ماشي. الو، ايه يا باشا؟ قوم، انا عايز اشوفك دلوقتي حالا. طيب ماشي يا باشا، ماشي، انا جاي حالا. سلام يا باشا. سلام سعد، مع السلامة. حسن طلعت ضابط سابق في أمن الدولة، اتحل مجلس تأديب من 5 سنين واشتغل في شركة أمن خاص. يعني إيه؟ مش ممكن يا طارق ده يكون اتهام إرهابيين؟ إرهابيين إيه بس يا باشا؟ هو الواحد بيحاول يفكره بس. يا باشا سيادتك مطلع على الأدلة وعارف إن كل اللي ماتوا مرتبطين بقضية واحدة. الراجل ده ما كانش في الدورة التدريبية بتاعت أسوان. ممكن يكون شريك. عموما احنا لسه ما عملناش أي تحريات وما بدأناش أي تحقيقات. بص يا باشا، عشان بس ما نمشيش في حارة سد ونرجع نبدأ من أول وجديد. أنا أول ما بصيت في القضية دي سألت نفسي نفس السؤال. الإرهاب ما بينقيش يا باشا، بيقتل عشوائي. ثانياً، مفيش أي جماعة تيجي تذبح راجل وتسيب عليه علامة ملهاش أي مدلول ديني واضح. ثالثاً، هما مش هيعملوا كل ده من غير ما يعلنوا عن نفسهم وعن أهدافهم يا باشا. أنا عارف. طب وبعدين؟ ملهاش غير معنى من اتنين. يا إما الصياد ما بيقتلش لوحده، يا إما اللي مسكناه مش هو الصياد أصلاً يا باشا. صياد وزفت. أنا بفكر أستقيل. بص يا طارق، أنا خلاص مش مركز. كمل أنت فحص الجثة وأنا همشي. اتفضل يا باشا.